لازم أبارك لك طبعا على أول أفلامك طلعت حرب مع المخرج الجميل مجدي أحمد علي. تقولي عن الفيلم ده؟ يعني الفيلم أول تجربة ليا، إحنا لسه ما بدأناش تصوير، هو المصادفة إن إحنا في طلعت حرب فعلا. كنت لسه هقول لك شارع طلعت حرب طبعا من أشهر شوارع القاهرة. هي تجربة أولى وبالنسبة لي مغامرة، يعني أحسب إن الدور المناسب ليا، يعني أستاذ مجدي أحمد علي زي ما حضرتك قلت مخرج كبير، وأظن إن اختياره ليا في محله، يعني من حيث المناسب وغير المناسب. وبشكل شخصي يعني أنا شايفة نفسي في الدور، يعني تحمست جدا لما قريت عن الشخصية، بس مش هقدر أتكلم عن الأحداث، هي حتة صغيرة يعني. يعني هي الأحداث بتدور في الستينات، هو ده كل اللي أقدر أقوله يعني حاليا. في رومانسيات في الفيلم؟ إلى حد ما. إلى حد ما. مين البطل معاك؟ لا أصل في أكتر من اسم مطروح ولسه لم يحدد الاسم. طب تجربة التمثيل كان بيتعرض عليك كتير، يعني من بداية ظهورك كنت بترفضي، يعني إيه اللي خلاك تقبلي المرة دي؟ لا أسباب عديدة في مقدمتها أستاذ مجدي أحمد علي في حد ذاته، يعني أظن التجربة معاه تجربة كبيرة، حتى لو كان قراري عدم الاستمرار فهو أن تكون تجربتي حتى الوحيدة مع أستاذ مجدي أحمد علي يعني شيء مشرف. اثنين الدور نفسه، وثلاثة أنه كاتبة القصة والسيناريو هي هنزادة فكري وهي صديقة عزيزة، يعني كان فيه عناصر مشجعة كتيرة. شكرا لكل جمهورك اللي بيحبك في الوطن العربي كله، الحقيقة أنت ليكي فانز كتير جدا، يعني طبعا تقول لهم إيه من خلال شاشة الشرقية وبرنامج هوليود الشرق؟ أقول لهم أنه أنا سعيدة جدا بمشاركتي النهاردة، وأقول لهم أتمنى أن هم زي ما بيتابعوا الفن كسينما ومسلسلات تلفزيونية يتابعوا كمان الفن التشكيلي، ويتابعوني كفنانة تشكيلية زي ما بيتابعوني ككاتب. إن شاء الله. ميرسي جدا ودايما متألق. ميرسي ليكم قناة الشرقية. شكرا.